ويلبسه تيشرت. الناس فضلت تشجع نيمار لغاية لما دخل نادي. فالنادي قال له اختار يروح ريال مدريد ولا برشلونة. فقال لهم فاضل يومين عشان تختار. هو اختار برشلونة عشان كان بيحب ميسي. وميسي ونيمار نقل لباريس. فميسي كان بيحب نيمار في برشلونة ونقل معاه باريس. وسواريز اللي كان مع نيمار وميسي في برشلونة نقل أتلتيكو مدريد.